السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام في قناتكم قناة إكراك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. الحقيقة متابعينا الكرام البارحة الأخبار تاع الهجرة الغير شرعية للمواطنين المغاربة البارحة غزت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية والغربية وجميع الصحف والمقالات تكتب مقالة عن هذه الهجرة الجماعية التي كانت دفعة واحدة. الصحف الغربية يعني الفرنسية والإسبانية تكتب مقالات وتنشر كاريكاتير تقول أن ملك البلاد محمد السادس يقوم بهذا العمل ويسمح بتدفق المهاجرين للدول الغربية عند الحدود مع المغرب كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، ويضعون عنه كاريكاتير تظهر محاولة ملك محمد السادس إغراق أوروبا بالمهاجرين الغير شرعيين. وأيضا البارحة حدثت مآسي كثيرة جدا ومشاهد محزنة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لغرق بعض المهاجرين المغاربة لحظة محاولتهم عبور الحدود سباحة بين المغرب وسبتة. فالأمور هنالك تتطور بشكل خطير جدا، ولحد الآن لا أحد يعلم هل هي مبادرة أو حملة أطلقها الشباب فيما بينهم وقرروا الهجرة دفعة واحدة وترك البلد والتوجه نحو إسبانيا، أم أن هنالك خرق استخباراتي، هنالك جانب خفي وقصة تطبخ في الخفاء وفي الغرف المغلقة بين السياسيين الكبار يحاولون إغراق أوروبا بالمهاجرين. ويعني كالعادة دائما الحكومة المخزنية تلقي باللوم على الجزائر، تحاول إلساق التهمة ولمحاولة تبرير فشلهم في تسيير شؤون الدولة. يقولون بأن المخابرات الجزائرية هي من وراء التخطيط وتحريض الشباب المغربي إلى الهجرة نحو إسبانيا، يعني مكان ما يعالجون المشكل العويص اللي عندهم ويوفرون حياة أفضل للمواطنين ولمواطنيهم الذين يموتون في البحر، هم يركزون على الجزائر بدلا من ذلك، وشغلهم الشاغل في الحياة هو التحدث عن الجزائر. وحيث خرج أحد المسؤولين الكبار هنالك في المخزن يتهم بشكل مباشر المخابرات الجزائرية بضلوعها في هذا الأمر، سنشاهد الفيديو متابعين الكرام مع بعض بعد قليل. أيضا بالحديث عن الهجرة، البعض من المواطنين المغاربة يقفون عند الحدود الجزائرية يترجون السلطات الجزائرية ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل فتح لهم الحدود للدخول إلى الجزائر، لأن الوضع هنالك سيء للغاية، هنالك فوق ما تتصور أعزائي المشاهدين. وخرج المواطنين في فيديوهات يشتكون أنهم لم يجدوا شيئا ليأكلوه، لهذه الدرجة الأمور سيئة هناك. أخيرا متابعين الكرام، وفي الأخبار سنشاهد الرسالة القوية التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للشباب الجزائري وفي هذا الوقت الحساس وفي هذا الوقت الحرج. يقول يجب أن نبني مستقبلنا بأنفسنا، لأن هنالك الكثير من المتآمرين والعيون الشريرة التي تحدق وتنتظر سقوط الجزائر، كما شاهدنا منتوج الجزائري المرجان واحد من أهم وأكثر المنتوجات الجزائرية نجاحا لسنة 2024 في الأسواق الأوروبية، فنجح لمدة أيام فقط فقاموا بفرض عليه حصار وعقوبات. فهذا يعطي دلالة واضحة أن بالفعل الجزائر يتآمرون عليها في الخفاء، وعداء الجزائر كثر وواضحين ومعروفين منذ زمن طويل. فبعد قليل المتابعين الكرام سنشاهد ما يقوله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول مستقبل الجزائر. كانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يومنا هذا. قبل أن نذهب إلى التفاصيل من فضلكم أدعوكم متابعين الكرام للاشتراك بقوة في هذه القناة، فلنحاول إيصال القناة ل400,000 مشترك. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. كما ترون أعزائي المشاهدين، هذه بعض من أبرز اللقطات التي تم تصويرها البارحة في فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد كبير جدا من المواطنين المغاربة وهم يحاولون الهجرة إلى سبتة المحتلة، كما يقولون هم، يقولون أنها أراضي مغربية محتلة من قبل إسبانيا. ولكن الفضيحة الكبيرة أعزائي المشاهدين أن المغرب ستحتضن كأس العالم في سنة 2030. تخيلوا لو أتى الزوار والمشجعين من مختلف الدول العالم وشاهدوا مثل هذه المناظر المحرجة، ستكون فضيحة كبيرة جدا لنظام المخزن المغربي المطبع، وستكون ضربة قاسمة لسياستهم الفاشلة. أيضا متابعين الكرام، هنالك فيديوهات أخرى ومشاهد
يعني تم تصويرها البارحة لغرق بعض المواطنين المغاربة في محاولتهم لعبور البحر ودخولهم للأراضي الإسبانية. فهذا شيء محزن جدا لأن أغلبية هؤلاء الشباب هم من القصر، يعني أعمارهم لا تتعدى 18. فأعزائي المشاهدين، كما تشاهدون في هذا الفيديو، جثث المغاربة بدأت تطفو على سطح الماء بشاطئ الفنيدق. الأجهزة الأمنية المغربية قمعت محاولة الهروب الجماعي من سويسرا إفريقيا كما يقولون هم. وهذه متابعين الكرام بعض المشاهد المؤسفة. أعزائي المشاهدين، هناك الناشط السياسي الدكتور سام يوسف المشهور جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على تويتر، يتحدث عن هذا الموضوع أيضا أعزائي المشاهدين وينشر هذا الفيديو لهربي أو اقتحام المغاربة للسياج الحدودي الفاصل بين المغرب وإسبانيا. آلاف المهاجرين المغاربة ينفذون محاولة جماعية لاقتحام سياج حدودي يفصل مدينة الفنيدق شمال المغرب مع مدينة سبتة الخاضعة لإسبانيا، والسلطات الأمنية المغربية توقف العشرات كما تشاهدون في هذا الفيديو. أعزائي المشاهدين، هنالك خرجت بعض الصحف والجرائد الإسبانية والفرنسية تتكلم تقول أن هنالك مخطط خبيث جدا من قبل ملك البلاد محمد السادس الذي يحاول إغراق أوروبا وإسبانيا تحديدا بالمهاجرين. وكما تشاهدون يعني محمد السادس يعني يشعل مدفع، وهذا المدفع فيه عدد كبير من المهاجرين وهنالك إسبانيا، ويعني الثور هو يمثل إسبانيا، يتعجب من كمية المهاجرين الذين سيدخلون من المغرب نحو إسبانيا. وهذا الهروب جماعي من الإمبراطورية الشريفة التي كما يسميها محمد السادس يؤكد حقيقة الوضع المعيشي للمغاربة ومستوى الفقر وعدم الثقة الذي سيطر على أغلبية الشعب حول المخزن ابتزاز إسبانيا بملف المهاجرين بسبتة وميليليا والصحراء الغربية الذي تم التراجع عنه، إلى أنه بعث رسالة للعالم أن الملكية فشلت في تطبير البلد. وبخصوص هذا الموضوع متابعين الكرام، خرجت بعض الأبواق والمسؤولين الكبار في المخزن المغربي يتهمون فيها المخابرات الجزيرية، يقولون هي من وراء هذا المخطط وتحريض الشباب المغربي للهجرة نحو إسبانيا. يعني هنالك بالفيديو يخرج أحد المسؤولين ويقول أن الجزائر هي من وراء هذا المخطط، وهذا متابعين الكرام تبريرا لفشلهم الذين يحاولون إساقة التهمة للجزائر كما ستشاهدون في هذا الفيديو. كما شاهدنا بعد الصفحات الفيسبوكية والصفحات الفيسبوكية اللي هي مشكوك في الأمر ديالها، اللي تابعة في حقيقة تابعة المخابرات الجزائرية الفاشلة. كما شاهدنا أعزائي المشاهدين، في مشاهد أخرى وتتواصل موجات الهروب الجماعي من المغرب نحو إسبانيا وتحديدا سبتة كما تشاهدون في هذا الفيديو. أعزائي المشاهدين، بخصوص المهاجرين، هنالك عدد ضخم جدا وكبير من المواطنين المغاربة يريدون الدخول إلى الجزائر ويطالبون السلطات الجزائرية بفتح الحدود لهم للدخول إلى الجزائر. يقولون أنهم سئموا من هذه المعيشة في الفقر والمعاناة في المغرب. وتصدت اليوم فرقة الحرس الحدود والدرك الوطني مدعما بالجيش الجزائري لمحاولة تسلل العشرات من المواطنين المراركة بعائلاتهم إلى التراب الوطني. وشهدت النقطة الحدودية مظاهرة عنيمة لفتح الحدود ورفعوا شعارات من أجل ذلك كما تشاهدون في هذا الفيديو. وماذا يقولون من أجل فتح لهم الحدود والدخول إلى الجزائر؟ أعزائي المشاهدين، هنالك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوجه رسالة ويرسل رسالة قوية جدا للجزائريين، حيث يقول إن قمة المستقبل الذي نحن بصدد التحضير لها لا ينبغي أن تكون مجرد حادث عادي، بل ينبغي توظيف هذا الموعد كمحطة فارقة لتجديد التزامنا الجماعي. من هذا المنظور فإن قمة المستقبل التي نحن بصدد التحضير لها لا ينبغي أن تكون مجرد حدث عاد أو مناسبة عابرة، بل على العكس من ذلك. أعزائي المشاهدين، هنالك الناشط السياسي حفكوف المشهور جدا على اليوتيوب يتحدث أن هنالك مخطط يستهدف
تحطيم على المنتوجات الجزائرية، خاصة بعد التحركات الأخيرة من فرنسا والدول الأوروبية نحو تحطيم المنتوج الجزائري من علامة المرجان. حيث يقول حفكوف: اكتسحت الجزائر الأسواق الأوروبية، فقرر الاتحاد الأوروبي حظر منتجات الجزائر التي لاقت رواجا عظيما بالسوق الأوروبية. ونسيت أوروبا أن الجزائر تمتلك أوراق ضغط خطيرة، فضلا عن ذلك الجزائر سوق واعدة قد يتم إغلاقها في وجه المنتجات الأوروبية. على الجزائر أن ترد صاع صاعين. على صعيد آخر، أعلن بوتين بلغ السيل زوبة وأعلن الحرب على الناتو. أهلا وسهلا بكم، معكم عبد الوهاب حفكوف، وحييكم وأرجو لكم مشاهدة طيبة. تحية للأحرار في كل مكان. في هذه الحلقة سأتحدث بشكل أساسي عن الجزائر، وسأركز على أمرين، أو هو موضوع في الواقع الموضوع الأبرز، وأيضا سأتحدث وأعلق سريعا على التطورات المرعبة بين روسيا والناتو. هذه هي المرة الأولى التي يمكن أن نقول أننا بالفعل في تخوم الحرب بين روسيا والناتو. لا يوجد مخرج عن هذه المواجهة كما هو واضح. على أي حال، دعونا نبدأ بالجزائر. الآن بعد انتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هو الهدف الأساسي أو في جدول الأعمال الموضوع الأبرز هو الاقتصاد. لا يوجد ما هو أهم من الاقتصاد بالنسبة للجزائر. الآن هناك في الواقع إقبال من دول كثيرة على مشاريع كثيرة. أيضا هناك علمنا بأن الجزائر تقوم بتوسيع مشروع بلدنا الذي تشارك فيه قطر بالاستثمارات. طهران أيضا، إيران تسعى لعلاقة استراتيجية مع الجزائر. كما تحدثت في الحلقة السابقة، السعودية أعربت عن رغبتها في الاستثمار. دول كثيرة، كوريا الجنوبية، اليابان، وأيضا الحلفاء التقليديين بما في ذلك بوتين، الصين. يعني الجزائر الآن في الواقع ستخطو خطوات كبيرة باتجاه لبلورة المشروع النهضة الشامل. هناك خبر آخر: الجزائر تتفوق على روسيا وأمريكا في سوق الغاز الإسباني. لهذا الخبر مغازي كثيرة. أنا أعتبر أن هذا الأمر سلاح بيد الجزائر، سلاح تفاوض خطير جدا. كيف؟ الآن دعونا نلقي نظرة على الخبر الثاني. أوروبا تحظر منتوج المرجان، يعني هو عبارة عن شوكولا ولا للطلية كده، أعتقد بعدة أذواق، لاقت رواجا عظيما خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي. راجت، أصبحت تنافس في الواقع وتفوقت على أقوى الماركات. هذا المنتوج، منتوج المرجان الجزائري. فما الذي حدث؟ قاموا بحظرها في جميع أنحاء أوروبا وخصوصا فرنسا. فكر في هذا الأمر. هذه الدول تحارب جزء من عقيدتها في الواقع تدمير أي فرصة تنافسية. يريدون بعبارة أخرى إبقاء هذه الأسواق سجينة في يعني سجينة في النطاق الريعي الضيق. وهذا أمر خطير. فما الذي تفعله في المستقبل؟ أنت تريد أن تنوع اقتصادك، ما الذي تفعله؟ تستسلم لهذه الذهنية الاستعمارية؟ من أين أتوا بهذا؟ في الواقع لا يسمحون لأسواقهم أن تخترق، أن تخترق من قبل منتجات جزائرية مثلا، ولكن بالمقابل يريدون السيطرة على المصادر، أو يريدون الحصول على الطاقة. وأنا أعتقد أن ثمة هامش للابتزاز وللمساومة في هذا الأمر. تريد أن تنوع إذن على الدول الأوروبية مثلا أن تسمح بهذه لدخول السلع الجزائرية. ولا تنسى في الواقع ما الأمر الذي يستفزني كثيرا، منذ فترة كان الأوروبيون يهاجمون الجزائر ويطالبون بضرورة أن تقوم الجزائر بتفعيل الاتفاقية أو باحترام بنود الاتفاقية التجارية القائمة بين الجزائر وأوروبا، وهم يتصرفون بهذه الطريقة. أنا أتذكر أن الجزائر كانت قالت إن من حقها أن تحمي مستهلكيها، ثم إجراءات اتخذتها الجزائر لحماية الاقتصاد، حتى الاقتصاد الجزائري تغير، أشياء كثيرة تغيرت في الساحة العالمية في ديناميكية الاقتصاد الجزائري، وتاليا رفضت الجزائر الإصغاء لهذا الأمر. وانظر الآن كيف يتصرف الأوروبيون. هم يحتاجون في الواقع الغاز الآن ليس كأي سلعة، لا يقارن الغاز بأي سلعة الآن، إنه سلاح فتاك. أعزائي المشاهدين، في فيديو آخر تكلم اليوم مهدي غزار على الإنتاج الجزائري الذي حقق قفزة نوعية منذ 2019 بوصوله ل 82% للاكتفاء الذاتي للمواد الغذائية، وقال أن مشكلة المرجان في مارسيليا ستحلها الدولة في الأيام القادمة، وعرج بالذكر عن الضجة الكبيرة التي أحدثها المرجان، وقال: لو لم تكن نجاحا لما أزعجتهم. كما ستشاهدون وتسمعون ما سيقوله مهدي غزار حول ملف منع المنتوج الجزائري من الدخول الأسواق الأوروبية.
Quand je vous dis que depuis 2019, voilà l'évolution de l'Algérie. Donc d'abord, on nourrit l'ensemble du peuple algérien, et ensuite vous pourrez penser à exporter à l'étranger pour gagner de l'argent. Excusez-moi, c'est ce qu'on appelle une véritable vision de chef d'entreprise. Pas de président de la République, mais de chef d'entreprise. D'abord, tu t'occupes de ce qui se passe à côté de toi, et ensuite tu te développes loin de toi. On est arrivé, l'Algérie est arrivée à 82% de d'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble des produits. Agriculture, boissons gazeuses, eau, viande, poulet, une diversification. Sur, on est arrivé à, c'est juste exceptionnel. C'est juste, le chiffre est juste dingue. Encore un chiffre qui est mis sous la table, qui n'est pas mis en valeur. 82% d'autosuffisance alimentaire dans un grand pays comme l'Algérie.